هذا وتأتي الحكومة الجديدة بفريق وزاري يضم 8 وزراء يتولون حقائب وزارية لأول مرة في تاريخ الحكومات الأردنية، إضافة إلى عدد من الوزراء السابقين، 11 منهم كانوا ضمن الفريق الوزاري في الحكومة السابقة. 28 وزيرا ضمت التشكيلة الوزارية الجديدة في حكومة الدكتور هاني الملقي بعد تقديم حكومة الدكتور عبد الله نسور استقالتها وحل مجلس النواب. حكومة الملقي هي الحكومة 16 منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية و42 في تاريخ المملكة. وبالنظر إلى أبرز المهام التي حملتها الحكومة الجديدة هي إجراء انتخابات نيابية خلال 4 أشهر من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، والتي تعتبر ذات الظروف التي مرت بها حكومة الدكتور عبد الله نسور الأولى في 11 من تشرين أول لعام 2012، وتمثلت مهمته الأساسية آنذاك بإجراء الانتخابات النيابية في كانون ثاني لعام 2013، والتي اعتبرت وقتها الحكومة الأصغر من ناحية عدد الوزراء منذ عام 67 من القرن الماضي، وذلك بتشكيلها ل 21 وزيرا مقابل 28 في حكومة الملقي الجديدة. حكومة الملقي ضمت 11 وزيرا من حكومة نسور السابقة، و9 وزراء شغلوا مواقع حكومية في حكومات مختلفة وعادوا لتولي حقائب وزارية جديدة. كما ضمت حكومة الملقي 8 وزراء يتولون حقائبهم الوزارية لأول مرة، وهم السيد فواز رشيدات والسيدة خولة العرموطي والسيد رامي وريكات والسيدة ياسر غوشي والسيدة لينا عناب والدكتور رضا الخوالدي والدكتور وائل عربيات والمهندس خالد الحنيفات. هذا وتعتبر حكومة الملقي أول حكومة في تاريخ الحكومات الأردنية المتعاقبة التي تضم 4 نساء في تشكيلة الفريق الوزاري. حكومة غادرت الدوار الرابع، وأخرى جاءت واضعة على أجندتها أولوية توفير جميع التسهيلات ووسائل الدعم لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، حاملة معها آمال المواطنين في توفير سبل العيش الرغيد بما يحقق الرؤى والتوجيهات الملكية السامية في عملية الإصلاح الشامل لضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة للوطن.